تنضم إلينا موفدة التلفزيون المصري إيمان التوني مباشرة من فيرجينيا. أهلا بك إيمان، وكيف تسير عملية التصويت لديك؟ أهلا بك نهى، وأهلا بمشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان. أحييكم من فيرجينيا، وتحديدا من أمام إحدى لجان الاقتراع. لجان الاقتراع فتحت أبوابها اليوم منذ 6 صباحا وتستمر حتى 7 مساء. الأمريكيون يتوافدون على هذه اللجان اليوم، يوم عمل في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي يتوزع توافد الأمريكيين من الصباح وما بعد العمل. الولاية فيرجينيا هي ولاية مهمة في الانتخابات لأنها تمثل 13 صوت في المجمع الانتخابي الذي يمثلون النخبة التي لها التأثير في النهاية، وبالتالي هي ولاية مهمة يسعى كلا المرشحين سواء الديمقراطية كاميلا هاريس أو الجمهوري دونالد ترامب على كسب أصوات الناخبين في ولاية فيرجينيا. وإن كانت هذه الولاية دائما ما تميل إلى الحزب الديمقراطي، لكنها في العام 2004 صوتت لصالح الجمهوريين، وبالتالي يسعى دونالد ترامب لكسب أصوات الناخبين في فيرجينيا. هذه الولاية من لهم حق التصويت فيها يبلغ عددهم نحو 6 مليون مواطن أمريكي. تم تصويت الثلث بالتقريب، يعني نحو 2 مليون تم تصويتهم مبكرا من خلال البريد الإلكتروني، أما اليوم فيتوافد الباقي وهو نحو 4 مليون مواطن أمريكي في فيرجينيا يتوافدون على لجان الاقتراع. أكيد المنافسة محتدمة جدا، واستطلاعات الرأي تشير إلى أن هناك ندية ورأس برأس بين المرشحين، وبالتالي يصعب التكهن أو التوقع من سيفوز بهذا السباق الرئاسي. هل ستكون لأول مرة سيدة ترأس الولايات المتحدة وهي كاميلا هاريس، أم سيعود مرة أخرى الرئيس الأسبق دونالد ترامب لسدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية؟ لكن هناك جماعات ضغط أيضا مؤثرة بشكل كبير في كل ولاية، يمكن كما ذكرت ولاية فيرجينيا تميل أكثر للديمقراطيين، لكن مع كمان مسألة الشرق الأوسط والصراع في الشرق الأوسط سواء الحرب الدائرة في غزة أو في لبنان، فكلا المرشحين يعيدان بوقف هذه الحرب، لكن التنافس في هذه الحالة سيكون من سيقف أكثر مع إسرائيل ويدعمها أكثر. هذه نقطة. أيضا الناحية الاقتصادية والتي تهم المواطن الأمريكي بشكل كبير، فترامب يعد بانتعاش الاقتصاد كما كان في الفترة التي كان يترأس فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وكاميلا هاريس تعدهم بزيادة الضرائب على الأثرياء لتتمكن أكثر من الإنفاق على الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين. أما الناحية التأمينية فبالفعل تم اتخاذ كل الإجراءات الاحتياطية لتأمين سير عملية الانتخاب. نحن نشاهد طيب إيمان سيارات البوليس أو الشرطة تجوب الشوارع إيمان. وتحديدا حول لجان الاقتراع أيضا الطائرات الهليكوبتر تطوف وتحلق دائما. أيضا كما تشاهدين من خلف اللافتات الخاصة بأنصار المرشحين الذين حرصوا على التواجد أمام لجان الاقتراع باللافتات، كل حسب من يناصره. أيوة أسمعك. طيب إيمان، كيف رصدت المشاركة العربية في الانتخابات الأمريكية من خلال الولاية التي أنت فيها الآن؟ نعم، المشاركة العربية واضحة، وهناك العديد من الأمريكان من أصول عربية يتوافدون إلى اللجان، وإن كان الناخبون هذه المرة يعني شهيتهم ليست كما السابق. ونحن في لقاءات لنا مع الشارع الأمريكي هناك الكثيرين قالوا إن هذه الانتخابات ليست الأفضل في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، بل يرون أن كلا المرشحين ليس الأفضل لصالح بلادهم. وإن كان الخلاف أن كاميلا هاريس تركز على قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية، بينما يعول ترامب أكثر على انتعاش الاقتصاد. نعم، موفدة التلفزيون المصري إيمان التوني مباشرة من فيرجينيا، أشكرك جزيل الشكر.